السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نديرو طبق تاع حنة، نخدمو مع بعض طبق تاع الحنة فارغ. نحتاجو هاد الكرطون، الغوز هذا يجي غليظ، ونحتاجو قطعة تاع لوح ولا كورتو بلاكي ولا مهم حاجة تكون شوية متينة، ماشي كرطون وحده. هي من الافضل لوحه تكون غليظه، بصح تنقام لك شويه غاليه، بصح معليش. المهم نشوفوا القياسات. هذا الكرتون ندو منا على حساب القطر تاع الدائره. هنا راهي عندي فيها 40 سنتيم، دونك 40 سنتيم قطر الدائره هو نصف قطر تاع نصف الدائره هذه. ان شاء الله تكون مفهومه. باش نخدموا المخروط او الغطاء لازم قطر تاع الدائره هو نصف قطر تاع نصف الدائره تاع المخروط نرسموه على الكرتون. هنا نحتاجو اما مدوار، الا كان عندك مدوار خدمي به، ولا ما عندكش ديري غير بالمطره وديري هكا وقعدي دوري غير بسياس بسياس حتى لي تشكلي نصف دائره. هنايا درت ثاني زوج تاع الشرائط، شريط واحد فيه 14 سنتيم العرض تاعه، زوج كيف كيف، وواحد درت فيه مثلثات. المثلثات هادو القيس تاعهم كل واحد قيس تاعه 15 سنتيم، ونبداو ندو النصف. شوفو نخدمو مثلث 15 سنتيم، والنصف هنا 7.5، فهاديك 7.5 نديرو الارتفاع باش يجيكم مثلثات كامل في قياس واحد كيف كيف. ثم المثلث فيه 15 سنتيم القاعدة تاعه. ودي تاني شريط صغير هذا فيه 5 سنتيمتر، دوك تشوفو كيفاش نديرو بيهم. هنايا درت قصيت هذوك المثلثات ولصقتهم على الدائرة هذه، ومن بعد درت البونج لصقته وقصيت هذوك المثلثات على حسابه، ودرت تاني القاطفة من الفوق. هنايا للأسف ما عندي ما لقيتش كيفاش نصور لكم، ما عنديش الإمكانيات اللازمة باش نصور من البعيد. قبل ما خدمت وعاود فني نفهم فيكم بالتفصيل كيفاش. للاسف لا غالب هاد اللي نقدر اللي نقدر عليه راني نديره. هنايا عاود نلصق من التحت، ومن بعد نعاود ندير من الفوق الوسط نجبد مليح. هنايا جبدي مليح، كسلي مليح القطيفه ما تخافيش منها. نديرو على حساب هاد المثلثات، غير جبدي برك تدي الشكل تدي الشكل وحدها بلا ما تقصي. هنا لصقت كاع بالكولا، ومن تحت تاني كيما تشوفوها تجبدي مليح تدي الشكل وحدها بلا ما تقصي مثلثات تاني القطيفه. وهنا من الداخل درت غصاته كالي، ديروا تاني نفس المثلثات ودير لهم الداخل. انا درت غصاته. هنا كيفاش تلصقوا الصاته؟ هنا حطيت قطعه كبيره، قلت لكم منديش بالقياسات، حطيت قطعه كبيره وقعدت ندير على حساب هذوك المثلثات اللي خارجين. دوك تشوفوا كيفاش الطريقه غير بالتفصيل. هنايا شوفوا نطوي على حسابها، نطوي على حساب هذاك المثلث اللي خارج، نسيي نديرو على قدها. معليش ما تخافوش منها الا كانت هكا فيها التعارض معركشه بزاف كما نقولوا، معليش. دوك تشوفوا شنو غادي ندير في الاخير. هنا نسيي ندي نفس الشكل، ونسيي تاني نلصق هادو اللي خارجين هكا، ما نخليهمش خارجين بزاف، بصح دوك نغطيهم ما تخافوش منهم. نشوفو بالتفصيل. شويه تقبل الخدمه تاع هاد الشكل هذا، بصح لازم تصبري معها وتخدميها باش تخرج لك حاجه شابه. ولا بغيتي ديري بالمثلث الثاني بالكرتون، خدمي نفس الشكل هذاك اللي من فوق وديريه من الداخل، غلفيه وديريه من الداخل. انا اختاريت ندير ساته، ومن بعد ندير هذاك القطعه تاع الشريط الصغير اللي فيه 5 سنتيم ديريه من الداخل، نغلفه ونديرو من الداخل. بقاو معايا باش تفهموا اش راني نقول واش راني نخدم. بهذه الطريقه نكون كملت. هذا هو الشريط اللي غادي نديره هكا من الداخل، منها يغطي لي شويه هذوك تاع الكيش تاع الصاته، ومنها باش الغطاء يرتب عليه. دوك نجيب الكوردون ثاني نعاود ندير كاع بالحاشيه هنا كاع صور دور على الطبق هذا، ندير كامل عليه.
هنا غادي نغلف هذا الشريط اللي قلت لكم يجي من الداخل، الطول تاعها على حسب محيط تاع الدائره، والعرض تاعها 5 سنتيم ولا 5 حتى 5 ونص هكا ماكسيمو، غير باش يحكم لنا قلت لكم هذاك الساط اللي من الداخل، وثاني باش يوقف عليه الغطاء باش يرتب عليه الغطاء. هنايا شوفوا راني لصقته من الداخل، سي نزير مليح هذاك الشريط هكا، ندور على حساب الدائره وندخل هذوك لي ساتين اللي راه خارج باش ما يقعدوش يبانو. عفوا هنايا كان فلو ما شفتوش، درك راني نشوف فيه بلي راه التصويره راهي فلو مضبه. عفوا دوك تسقم. ونحاول نلصق بالكولا الحواف تاعها، ونزيد تاني ندير الكوردون هكا باش نضمن انها ما طيرش وترتب مليح وتجينا حاجه متينه. دوك نجيب قطعه تاع هاد عفوا هاد المخروط اللي درتو لصقته، راني دايره طريقه تاعها في فيديوهات سابقه كيفاش نخدموه، ودوك ثاني راني نعاود لكم. لصقته كاع من الداخل، القطيفه درتها من الداخل مليح، جبدتها ولصقتها، ودوك نحكم هاد الشبيكه هادي تتبع بالمضرب، قصيتها على شكل ثاني مخروط باش نديرها كتزيين، نحاول نقص منها شويه ونديرها على شكل مخروط على حساب الغطاء اللي عندي. وهنايا سيبون جات على حسابها مليح، نزيد نقص غير شويه برك، ونعاود ندير هذيك السفيفه اللي خدمت بها اللي غادي نديكوري بها، غادي نديرها تاني في الحاشيه. شوفوا التزيين مع بعض ونشوفوا الشكل النهائي كيفاش يخرج. هنايا استعملت هاد السوطاج اللي جاي تاني كشغل كيما يبان كيما الفتله، حنا كلشي الموضوع راه فتله في الفتله، تما لازم ما نخرجش على الموضوع، ما نخرجش على الديكور، ما نخلطوش سيو، ما تخلطوش بزاف الالوان والتزيين، يكون كلش متناسق. درت كل هكا خطوطه على حساب الديكور اللي عندي، وهوتهم ولصقتهم بالكولا.
وهنايا دوك غادي نزين العلبه او القاعده، عفوا القاعده تاع هذا الطبق. درت له ثاني بالسوطاج على شكل دوائر، ودرت ثاني لي زيستراس. دوك شوفوا الشكل النهائي تاعها في الاخير، ولصقت ثاني رجلين من تحت بليفيس ونشوفوا الشكل النهائي. هنايا درت هذاك الكرتونه تاع القاعده اللي غلفتها ودرتها من تحت، ثم ديت دائره على حسب اللوحه اللي عندي وغلفتها بالساطه ولا بالقطيفه كما تبغي، ولصقتها من تحت في القاعده باش نغطي هذيك اللوحه هكا، ونزيد ندير لها كوردون ثاني في الحاشيه. هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاع اليوم تاع الحنه، ولا يكون فارغ ولا بلوازم تاعو، المهم الطبق كيفاش يتخدم الطريقه تاعه. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه والفكره، والشرح يكون واضح. حاولت اني نسيل نشرح لكم مليح مليح باش تفهموا، باش كي تجوا تطبقوه يخرج لكم كيما في الفيديو. وهذاك الطربوش هذاك درت لها خدمتها بالسوطاج، هذيك اللي راهي من الفوق في البلاع في الغطاء، خدمتها بالسوطاج غلفتها كذا قطعه تاع كرتون وغلفتها كامل ولصقتها من الفوق. ولا تبغي ديري هذوك اللي واجدين يتباعوا لصقيها من الفوق، هذه اللي راني نحكي عليها درك. انا نبغي نخدمها بيدي خير باش تجي حاجه متينه. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه والفكره، واعطوني رايكم في التعليقات كالعاده.
نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.